السلام عليكم احبائي، كي دايرين؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله جبت واحد الوصفه اللي سهله، تطلق يا اما الغداء ولا العشاء. اليوم ان شاء الله غنديروا شريمب سكامبي مع سباغيري. هنايا درت ما فاتش ليا 15 دقيقه باش وجدت هذه الاكله هذه اللي هي لذيذه وسهله بزاف، وان شاء الله كنتمنى انها تعجبكم. ويلا دوزوا معايا المطبخ باش ان شاء الله نبداو العشاء ديالنا. اوكي، اول حاجه غنبدا بها ان شاء الله هو درت انا الماء يطيب فين غنطيب ان شاء الله المكرونه ديالي. انا غندير ملحه، هاي غادي نيوزي هنايا البينك هيمالايان سولت، غندير شويه ديال الزيت، زيت نباتيه عاديه. وهنا عندي واحد نص كيلو ديال سباغيتي، هي عاديه، ممكن استعمل اي نوع ديال المكرونه عجبكم. من بعد ما الماء ديالي بدا تيطيب ان شاء الله دابا غادي نرمي لي باتي ديالي. دابا نخليهم هذا يطيبوا، انا كنديرهم على 7 دقائق وديك 2 دقائق اخرى تنكملها مع ان شاء الله مع الحوت. المهم تبعوا هذا لي انستراكسيون اللي عندكم في البواطه ديالكم على كل مكرونه وشحال. كان ديال القمح عند الوقت ديالها، ديال الدقيق الابيض عنده ديالها، ديال السميد انا هذه اللي كندير ديال السيمولينا ديال السميد، شويه كتاخذ الوقت ديال الطياب على ديال القمح. في اثناء انا هذا المكرونه ديالي كطيب، دابا ان شاء الله غندوزو ونوجدو هذا الجمبري ديالنا لي كروفيت. اوكي، هنا من بعد ما هذا لي بات ديالنا كطيب غندوزو دابا ان شاء الله ندوزو شرب. هنا عندي 4 معالق كبار ديال الزبده، هنا الزبده على حسب الكميه ديال الحوت. بحال دابا انا غادي ندير ان شاء الله كيلو ديال الكروفيت ديال الجمبري، صافي درت معاه هذا 4 معالق د الزبده. ما تخافوش من الزبده، لان الزبده هي اللي غادي تعطينا واحد لا كريم لي بات ديالنا مع داك الحوت ديالنا باش تجي بنينه ومزيانه. والعافيه كنديرها على متوسط، نار متوسط. هنا من بعد ما دابت ليا الزبده ديالتي على نار متوسطه، غادي ناخذ هنايا الجمبري ديالي وغادي نديرو في الإناء. هنا بالنسبة للجمبري أنايا كنت شارياه منقياه، زولتلو هداك الخيط الأسود اللي تيكون هنا، وكنت عملتو في المجمد باش يكون موجود عندي وقت اللي بغيت نطيب به تيكون. أنا في هاد الأثناء هادي زدت في النار، درتها كانت متوسطة درتها في الهاي، لأن بغيت الكروفيت ديالي يطيب مشحار، ما بغيتوش يطلق هذاك الماء ديالو بزاف. صافي غنخليه هنايا على شكل مسطح باش يطيب من التحت. كي تنعرفوا الجمبري غادي يعطينا منين يبدا اللون ديالو من التحت غيكون بينك، او ماي جاد روز، اي ثينك يا روز، هو البينك روز وردي. عاد غادي نقلبوه ان شاء الله باذن الله. دابا نخليها هكا ونرجع معكم ان شاء الله منين نبغي نقلب الكروفيت ديالي. صافي هنا درت 4 دقائق على هاد الشيها، دابا ان شاء الله غادي نقلب الشريب ديالي. بدا اللون ديالو كيتبدل، ما بقاش خضر ولا تيولي غوز كي تشوفوا معايا. دابا في هاد الاثناء هادي غادي نزيد ان شاء الله هنا غادي ندير الملحه. غندير ان شاء الله الابزار بلاك بيبر، هنا غادي نديرو عصير ديال الليمون
كنقولوا حنا في المغرب الحامض. هنا عندي 4 الفصوص ديال الثوم اللي حكيت في حكاكه ديال اليد. هنا ان شاء الله غادي نحك، هنا عندي واحد الحامضه صغيره غير النص ديالها ماشي بزاف، ما نكثروش باش ما يجيش عاوتاني الحامض غالب على هذا، على النسمه ديال الكروفيت. والحامض العصير مع القشره كي تنعرفوا بان الحوت كيبغي هذا، كيبغي الحامض يكون في هذا يطيب معاه. صافي درت هنا غير شويه، حكيت غير فهاد الحكاكه اليدويه هنا في اصغر وحده، اللي كيبغي هذا يبان ما عندوش مشكله، ممكن يديروا في هذا الكبير، انا درته في اصغر وحده. صافي نخلي هاد العناصر تنسجم مع بعضياتها ان شاء الله مزيان. غنمشي دابا ان شاء الله 7 دقائق سالات، غنمشي ان شاء الله نصفي لي باتي ديالي ونرجع معكم باذن الله. هنا في هاد الاثناء ديالي الشريب ديالي طاب، كندوقو كلشي كيكون مزيان. دابا غنزيد هنا عندي مغرفه ديال الماء اللي طيبت فيه المكرونه باستا ورا. وهذا الماء ديال المكرونه غادي يساعدنا مزيان لانه هو فيه النشا ديالها، غادي تقل لينا لاصوص شويه. هاد الاثناء هادي قبل ما كنزيدو هنايا المكرونه ديالتنا كندوقو الملحه، الا خاصه اي حاجه كنزيدوها دابا، الملحه ولا البزار ولا بغينا نزيدو عصير الليمون ولا اي حاجه بغينا نزيدوها، هذا هو الوقت باش ملي غنزيدو المكرونه بغينا هاد الشرب وتكون كلشي هذا لي زيبيس ديالنا يكونوا التوابل ديالنا مزيانين. دابا ان شاء الله غادي ندير المكرونه ديالي اللي طيبت 7 ديال الدقائق. طبعا نخلي المكرونه ديالي تشرب مزيان ونحركها مزيان تشرب مزيان هاد لاصوص ديال الكروفيت ديال الشريمب، ونرجع معكم باذن الله. اوكي هنا بعد ما لي باتي ديالي انسجموا مزيان فهاديك لاصوص ديال الحامض والزبده، شربوا كلشي مزيان شربات. دابا ان شاء الله غنزيد عندي هنايا غريتد بارميجان، كل واحد غيزيد القياس اللي بغا. هنا درت تقريبا نص كوب ديال البارميجان، وان شاء الله غادي ندير عندي هنا بارسلي. انا عندي هنا دراي بارسلي بيكوز ما عنديش فريش، الا عندكم فريش يكون احسن. واخر حاجه ان شاء الله غنزيد الديش ديالي هي كراشت ريد بيبر، شنو نقولوا ليها السودانيه، غير شويه وهذا تيبقى غير خيار اللي بغى هذا يزيدها. صافي ونوصل الوصفه ديالتنا ان شاء الله موجوده سهله، عشاء كامل في مده 15 دقيقه ان شاء الله، سهله بزاف. دابا ان شاء الله غنطفي هذا البوطه ديالتي وان شاء الله ونحط العشاء. هنا بغيت غير نوريكم التكستور ديال الباستا كي تتكون لذيذه بزاف، كريمي شابعه، الزبده الحامض كلشي، وهذاك البارميجان اللي زدناها في الاخير حتى هو تيلعب واحد الدور مهم، يعني ولا بد منه بنزيدوه. اوكي دابا ان شاء الله انا غادي نقدم الماكله ديالي في هاد المقله اللي طيبت فيها كاست ايرون، دونك ان شاء الله غادي نتلاقاو ملي غنحطها في الطبله باذن الله.
انا هنا واخا الطبق ديالي هو متكامل، زدت هنا معاه شويه ديال الاسباراغاس اللي طيبته في الفرن. فايت شاركت انا معكم الطريقه ديالتي كيفاش كندير ليه في الفرن، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف لتحت اللي بغى يشوف كيفاش كندير ليه. وحطيت معها هنا اللي بغى يزيد برمجان، وحطيت هنا اللي بغى فلفله حاره ديك السودانيه، بيكوز درت غير شي شويه على ود الدراري اللي بغى يزيد. وبهكا احبائي كنكون ساليت معكم الوصفه ديالتنا ديال اليوم اللي سهله بزاف ولذيذه بزاف، ما كاينش اللي كلها عندي وما عجباتوش. جربوها يا الغدا يا العشاء، سهله بزاف 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 وزوين. ولا عجبتكم الوصفه ان شاء الله ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايك وبسبسكرايب، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي باذن الله وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.